ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. وإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. يرى أكثر الناس والبشر يوميا الأحلام والرؤى في مناماتهم، ومنهم من يرغب في تفسيرها لفهم معناها والوصول إلى دليل ما، إذ يعتبر تفسير المنامات حق لا يمكن نكرانه، خاصة الرؤى منها. فكما جاء في قول الله تبارك وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإن كان لا شك أن هناك فارقا بين رؤيا الأنبياء ورؤيا ما دون الأنبياء، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا شك في ذلك، أما رؤيا غيرهم قد تتحقق وقد لا تتحقق. فإن الرؤى في المنام حقيقة لا يمكن الطعن فيها عامة، وقد خص الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام وبعض عباده بالقدرة على تفسير الأحلام وفك رموزها وشفراتها. وكم من منام كان إشارة من الله عز وجل لصاحبه ليستقبلها ويعمل بها قبل فوات الأوان. وتمنى الكثيرون لو يرون علامات وإشارات تؤكد أن هناك رزقا كثيرا وخيرا وفيرا قادما إليهم في وقت قريب. ولقد جمعنا لكم مشاهدين من خلال هذا الفيديو كثيرا من الأحلام والرموز والعلامات التي ذكرها بعض العلماء في التفسير، والتي قد تدل على الرزق الواسع وتعبر عن إمكانية الحصول على أموال وممتلكات وغيرها من أشكال الرزق المتنوعة. 1- إن رؤية الماء في المنام من الأمور الجيدة، لأنه قد يدل على الحصول على المال في وقت قريب. وقد يقصد برؤية الماء سواء كان يشرب الماء أو يسبح فيه أو يحمل وعاء فيه ماء أن يكون الماء صافيا نقيا. 2- رؤية العصافير في المنام قد تدل على سعة الرزق وكثرة الخيرات، وقد تدل على الربح في التجارة، وطيران العصفور قد يدل على كثرة الأموال، ووجود عصفور في البيت قد يدل على غنى شخص من أفراد العائلة. 3- رؤية الصلاة سواء في البيت أو في المسجد قد تدل على سعة الرزق، وكذلك رؤية سجادة الصلاة والمسبحة قد تدل على سعة الرزق كذلك، وذلك لقول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. 3- رؤية الموز في المنام قد يقلق بعض الناس حين يرون الموز في المنام، ولكن لا يجب عليهم القلق حيال ذلك، لأنه قد يكون أمرا جيدا وقد يدل على الحصول على ثروة كبيرة، مثل حصول الشخص على حقه من الميراث. كما يفسر بعض المجتهدين رؤية الحامل للموز في المنام أنه قد يدل على إنجابها ذكرا، ولكن يبقى طبعا العلم عند الله تبارك وتعالى. 4- يأتي في مقدمة دلالات الرزق اللون الأخضر، وكذلك اللون الأزرق الذي يرتبط بالرزق، هكذا قال بعض المفسرين، لكونه به تشابه في الحروف مع اختلاف ترتيبها. قيل تأتي رؤية المال في المنام لابن سيرين بأكثر من معنى، فقد نقل عن ابن سيرين أنه فسر رمي الشخص للنقود خارج منزله أو أخذ أحد الأشخاص النقود من الحالم على أن الشخص سيتخلص من الهم والغم. وقد تدل النقود في المنام على الفرج بعد الشدة وعلى قدوم الرزق. أما من عثر على مال في الحلم فإنه قد يواجه مشاكل بسيطة في حياته يتبعها الكثير من الفرح وتبديل الحال. وفي الأخير، فإن رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق من الرؤى المبشرة بالخير والتي تشير إلى تحقيق الأمنيات. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء،
ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.